السبت ايه اللي هيحصل؟ برحب بحضراتكم من جديد وفقرتنا المميزة فيها ضيوف اتنين من المميزين جدا في التحليل الفني، وطبعا مشرفنا الكابتن عادل مصطفى اللي برحب بيه نجم النادي الاهلي السابق. اهلا بيك يا كابتن هاني. كابتن عادل، وطبعا كلنا بنحب نعرف وجهة النظر الفنية من جميع الجوانب. كمان برحب بضيفي الدكتور احمد ثابت. اهلا بيك يا دكتور احمد ثابت. طبعا زي ما قلنا في البدايه خالص، واحد من افضل المحللين الفنيين اللي بيتميزوا بالارقام. في الفقره دي هنعرف كل صغيره وكبيره عن فريق الوداد والاهلي بالارقام. برحب بيكم مره تانية وشرفنا في البيت الكبير. دكتور احمد منورنا. مرحب بيك جدا، وكان انا عارف احنا لينا كمان تجربه مع بعض، وانا عارف ان انت من الناس المجتهده جدا جدا ومميزه في لغه الارقام. طبعا كابتن عادل حدث ولا حرج، يعني منورنا زميل. طبعا بجد من الناس اللي انا كمان بحب جدا استمع ليها في الاستوديو التحليلي، اراء فنيه واضحه جدا وبسيطه وبتوصل للناس بسرعه. فان شاء الله كده يكون لقاء بينا يستفيد بيه كمان المشاهد، ونحط بعض الضوء على مباراه الوداد. بس قبل ما نبدا معانا تقرير، نروح تقرير مباراه الوداد والاهلي ونرجع نكمل مع ضيوفنا. تترقب جماهير الكرة العربية وعشاق المارد الأحمر مواجهة من العيار الثقيل بين النادي الأهلي ونظيره الوداد البيضاوي بطل المغرب في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وتعتبر المباراة بين النادي الأهلي وبطل المغرب هي مواجهة الأوراق المكشوفة، نظرا لمعرفة المدير الفني الجديد للمارد الأحمر بيتسو موسيماني الكاملة بفريق الوداد المغربي نتيجة المواجهات الكثيرة التي خاضها أمامه حين كان مدربا لفريق سان داونز الجنوب إفريقي، فضلا عن أن الفريقين الأهلي والوداد يحفظان بعضهما البعض في الفترة الأخيرة نتيجة كثرة المواجهات التي جمعت الفريقين في البطولة القارية الأولى لإفريقيا في السنوات الأخيرة. وكانت آخر المواجهات بين الفريقين في نهائي البطولة عام 2017، حيث تعادلا 1-1 في القاهرة بهدف سجله مؤمن زكريا، فيما خسر الأهلي إيابا في المغرب بهدف لوليد الكرتي في مباراة واجه فيها المارد الأحمر صعوبات كثيرة على كافة الأصعدة. أما عن موسيماني مع الوداد المغربي فحدث ولا حرج، حيث تحمل المباراة المقبلة الرقم 11 في تاريخ مواجهات بيتسو موسيماني مع الوداد المغربي، حيث واجهه من قبل 10 مرات آخرها في دوري المجموعات للبطولة الحالية مع سان داونز، ونجح في فرض التعادل على وداد الأمة سلبيا في المغرب، فيما فاز في جنوب إفريقيا بهدف للا شيء. وخلال 10 مباريات سابقة بين بيتسو موسيماني وفريق الوداد، نجح الجنوب إفريقي في تحقيق الفوز في 3 مباريات، بينما خسر في 4 وتعادل في 3 مباريات، مما يعني أن القوة والندية تسيطر على مواجهات المدرب صاحب 56 ربيعة مع الفريق المغربي العريق. كما تؤكد لغة الأهداف أيضا التنافس القوي بين موسيماني وبطل المغرب، حيث سجل سان داونز تحت قيادة موسيماني 6 أهداف في شباك الوداد، بينما استقبل 7 أهداف. ليه مواجهة الأوراق المكشوفة زي ما قلنا في التقرير؟ لأن كل فريق عارف كل صغيرة وكبيرة عن الفريق الآخر. عشان كده هبدأ مع كابتن عادل، شايف يوم السبت المواجهة هتكون إزاي بين الأهلي والوداد؟ مواجهة صعبة، من بقالنا كتير جدا ما دخلناش المباراة دي بظروف متشابهة كل الفرق. دايما يا اما في مصر في الدوري متوقف شوية استعدادات، يا اما في المغرب في استعدادات، او الدوري هنا مكتمل او الدوري هنا لسه ما خلصش. فطول الوقت بيبقى في فروقات في الـ في الـ في الـ في الحالتين. المره دي اول مره ندخل سيمي فاينل، الاربع فرق حالتهم واحده، الاهلي والوداد والرجاء والزمالك حالتهم واحده. التوقف كان على الجميع، اول مره توقف يشهده العالم كاملا
مش في اماكن واماكن، لا الناس كلها وقفت في وقت واحد، الناس كلها رجعت في وقت واحد. صحيح. ممكن فرق اسبوع ولا اسبوعين، ولكن مش هو ده اللي يعمل الفرق. دي ظروف مشابهه. ما قبل الكورونا كان في فرق عندها افضليه، يعني الاهلي من اكتر الفرق كان عندها افضليه قبل الكورونا. انا شايف ان الاهلي كان سابق شويه، الوداد كان بيأدي بشكل كويس، والرجاء والزمالك كلهم بيأدوا بشكل كويس، ولكن الاهلي كان في التوب فورم بتاعته قبل الكورونا. ما بعد الكورونا الاهلي شويه اتاثر، في اصابات كتير، كانت بالجمله اصابات في اماكن عمود فقري لفريقك، في اماكن في كذا لعيب عنده اصابه، فقدت لعيبه في الانتقالات. أيوة. اذا كان عدم تجديد او حاجه. فالاهلي انا بقول الاهلي اسهمه مش زي ما قبل الكورونا، الاهلي قلت شويه، ولكن تبقى الفرص متساويه. اللي هيقدر يحسم المواجهات دي كلها الاكثر تنظيميا، الاكثر صبرا، اللي هيقدر ما يستقبلش اهداف. انت يعني انا عندي احساس ان الاربع المباراتين دول بتوع الاربع مباريات بتوع السيمي فاينل الاهداف فيها تبقى فيها صعوبه شويه. اللي هيبقى منظم اكتر هو اللي هيقدر ياخد البطوله، هو اللي هيقدر ياخد البطوله. اللي هيقدر يسجل خارج ملعبه هيبقى عنده افضليه، دي حاجه برده من الحاجات المهمه جدا اعتقد كل الفرق ممكن تلعب عليها. مش كل فريق هيبقى رايح في بيلعب مستني الفريق التاني يلعب عليه وهو في زون، لا اعتقد في فرقه هتباغت. متوقع ان الاهلي ممكن يباغت في اوقات بضغط عالي، متوقع في كل فرقه، والوداد كمان بره ملعبك ممكن يشتغل ده. ففي سيناريوهات كتيره، ولكن الفرص كلها واحده، اول مره نتشابه في الظروف. واتمنى التوفيق للاهلي، واتمنى ان احنا كان عندنا الفتره اللي فاتت حاجات كتير كنا محتاجين نشتغل عليها. اخر ثلاث مباريات اختفت تماما، او اختفى جزء كبير منها، مفيش حاجه بتختفي تماما، الاخطاء ما بتختفيش تماما، ولكن اختفى منها جزء كبير، ودي حاجه بالنسبه لي مؤشر كويس. كان قلقني جدا ما بعد الكورونا، حتى من الماتشات الوديه بدايه مباراه الجونه كان عندنا اخطاء كتيره، واخطاء انا شايف ان هي قله تركيز، قله تركيز من الجانبين، من جانب الكادر الفني ان هو برضو موجود مش موجود، شغل نفسه بحاجات تانية. احنا عدينا المرحله دي، ولكن اثرت بعض الشيء، عدينا بس عدينا منها بسرعه، دي حاجه كويسه. يعني انت عديت منها بسرعه. احنا كنا موفقين في اخر ثلاث مباريات في ان احنا الاختيار كان مناسب. انا وجهه نظري في ناس كتير جدا انتقدت الاختيار او ان هي كانت متخوفه من الاختيار، ولكن انا شايف الاختيار مناسب. انا رايي ان احنا جبنا مدرب مصري بصبغه اجنبيه شويه، أجنبية، ولكن هو في الاول وفي الاخر مصري. لو جيت حسبته نفس الطباع، ذكي، عرف يتاقلم على الاوجاع بسرعه، كان في عناصر مصريه قدرت توصله المعلومات بشكل جيد. كابتن سامي قمصان طبعا طبعًا قبل ما يدخل النادي، اعتقد في ناس وصلت له المعلومه كتير جدا، معلومات عنده داتا كبيره، وهو كمان انا ممكن تديني داتا بس انا ما اعرفش اتعامل بيها، ابقى مش ذكي، ابقى ما بعرفش اتعامل في مواقف كده، لكن هو ذكي. انا شايف ان هو واخد جزء كبير من شخصيه المصريين على احترافيه اكتر، ان برضو جنوب افريقيا انا مش من الناس اللي بتصنف جنوب افريقيا افريقيا قوي، مش زي دول افريقيا الثانيه. لا طبعا هم سابقين اكتر طبعًا شويه، طبعا جزء من اوروبا كمان بالزبط. يقال عنها كده في بالزبط. الدراسات الافريقيه حتى في تعاملاتهم لا مختلفين شويه عن الافارقه. دي حقيقة. فاحنا بسبب الاستعمار طبعا أكيد، يعني قصص تاريخ الاستعمار مع جنوب افريقيا طويل، اكيد وهم استفادوا حتى على مستوى الكوره. وحاجي الدكتور احمد، وهاخد من كلام عادل، بيقول طبعا المباراه مش سهله، لكن خلينا نتكلم على الدنيا مكشوفه، وخاصه الاثنين مدربين، المدرب الارجنتيني يمكن معاه 8 مباريات مع الفريق ودرب في جنوب افريقيا، والاوراق كلها مكشوفه. عايز اعرف برضو رؤيتك للمباراه عامه، وهسالك سؤال كنت هساله للكابتن عادل هساله لك. هو الكابتن عادل بيقول الظروف متشابهه جدا، لكن ايه رايك ان النادي الاهلي كمان حسم البطوله من بدري شويه، وان الوداد لغايه اول امبارح كان عنده ضغوطات كبيره جدا خلال الاسابيع اللي فاتت، وكان بيلعب لغايه اخر دقيقه في المباراه. هل ده ممكن ياخد من شويه من مجهوده او شويه من الباور بتاعه؟ وعلى الجانب النفسي كمان، ان هو خسران دوري في اخر اسبوع، على الشكل المعنوي ياثر، ورؤيتك بشكل عام للمباراه؟ طبعا تاكيدا يعني الكلام حضرتك طبعا وكلام كابتن عادل، ان الظروف متشابهه بشكل كبير جدا ما بين الاهلي والوداد، حتى في الاصابات. يعني هم داخلين المباراه من غير قلب دفاع، ما فيش قلب دفاع رئيسي في الفرقه. احنا برضو عندنا مثلا ايمن اشرف بيلعب في المساك في الفتره الاخيره، كذلك ياسر ابراهيم، ما عندناش حد تاني بيلعب في مركز المساك. هم عندهم برضو الغيابات اكتر
في حته الاصابات، ولكن النادي الاهلي حظوظه اقوى شويه بسبب الاسباب الاتيه. نمره واحد، هم عندهم اصابات كتير في خط الدفاع، احنا عندنا على الاقل اثنين نقدر نشتغل بيها يعني او يلعبوا. النقطه الثانيه نقطه الدوري، لما تخسر دوري اكيد العامل النفسي بيبقى عندك الدوافع اقل شويه عكس النادي الاهلي اللي حاسم البطوله من بدري، مريح اللعيبه، بيجرب اكتر من طريقه، دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثالثه برضو حظوظ النادي الاهلي اعتقد ان هي اعلى عشان المدرب، الوداد غيروا 5 مدربين في موسم واحد. يعني بداوا بالسربي زوران مانولوفيتش، بعد كده عبد الاله صابر، بعد كده ديساب، بعد كده جريدو، بعد كده جاموندي. اعتقد تغيير المدربين الكتير ده كان سبب في خساره الوداد اللقب يعني في الدوري. جاموندي كان بيدير من المدرجات مش في الملعب، ودي برضو حاجه يعني على عكسنا هنا مثلا في استقرار اكتر، ان جاموندي في لائحه بتقول في الدوري المغربي اللي هي هيتم تطبيقها في مصر ان هو ما يدربش اكتر من ناديين. فهو طبعا كان بيدرب فريق في المغرب، حسنيه اغادير المغربي، وبالتالي هو كان بيدير من المدرجات، والمساعد السنغالي موسى ده وهو اللي بيدير. عكس هنا النادي الاهلي اختيار نموذجي، اختيار موسوماني ده اختيار نموذجي، مدرب افريقي بنكهه برازيليه بيلعب تيكي تاكا، بيخلي النادي الاهلي بصراحه يمكن الماتش كمان اللي قبل الاخير برازيليه عشان قضى فترات طويله طبعا مساعد المدرب بجنوب افريقيا في 2010 بالظبط، تمام. فهو مدرب بصراحه، لا انت كمان اداره النادي الاهلي او لجنه الكوره او لجنه التخطيط لما جت اختارت، انت ممكن تكون تجيب مدرب بنكهه دفاعيه، يعني مثلا مدرب دفاعي طريقته دفاعيه ما يمشيش مع النادي الاهلي السياسه دي. السياسه دي لا، انت عايز مدرب هجومي بيلعب كره هجوميه، بيلعب على الاستحواذ. يعني مثلا الاحصائيه اللي نزلت على موقع الكاف، اكتر فريقين مستحوذين على الكوره في دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي ونادي سان داونز. اذا الاختيار نفس اسلوب اللعب، اسلوب الاستحواذ بتاع النادي الاهلي والسيطره والشراسه الهجوميه اللي هيضيفها لك موسيماني. الحاجه الثانيه ان انت جايب مدرب اصلا لسه ملاعب الوداد، كان معاهم في دور المجموعات، مدرب خبره في افريقيا كبيره جدا، قابلهم 10 مرات، وهو كمان كان معاهم في دور المجموعات، وهو اللي كان متصدر المجموعه مظبوط. فده انت جايب مدرب خلاص ده حافظ افريقيا، ومش محتاج وقت بقى ان هو حافظ لعيبه الوداد ولسه عارف الجيل الحالي من الوداد. مش عكس لو كنت جبت مدرب اوروبي كان هيقول لك انا مش مسؤول عن النتائج اللي هتحصل، انا ما عنده حق. لكن انت مثلا لما طبعا المدرب الافريقي اللي انت جايبه برضه نوعا ما مش هيبقى مسؤول، ولكن هو حافظ الفرقه، حافظ لعيبه الاهلي في نفس الوقت، عارف المنافسين هنا في مصر، لاعب النادي الاهلي ولاعب نادي الزمالك، وعارف الكره المصريه وعارف الكره الافريقيه. فدي برضو من الحاجات اللي تحسب. النقطه الرابعه اللي ممكن تدي تفوق للنادي الاهلي، سر قوه الوداد في اخر سنين هي جماهيره. لما الجماهير في ازمه كورونا مش موجوده، اعتقد ان النادي الاهلي هناك في مباراه محمد الخامس اعتقد ان هي هتبقى يعني النادي الاهلي في صالحه، ممكن ان انت تجيب هدف. وانا شايف ان المباريات دي بتلعب على التفاصيل الصغيره، لازم تخطف تجيب جون هناك، حتى يعني نتيجه مثلا 2-1 للوداد افضل من 0-0، افضل من 0-0 لازم مزبوط. تجيب جون هناك عشان تخلص بدري، لازم تجيب جون في ظل الحاله الدفاعيه الموجوده للوداد المغربي، لازم تجيب جون هناك اللي هي نقطه ضعفهم، اللي هي نقطه ضعفهم، اللي هي نقطه ضعفهم يا كابتن عادل. النهارده نفس المشكله الدفاعيه اللي في الاهلي هي تقريبا نفس المشكله اللي في دفاع الوداد، زي ما دكتور احمد كان بيتكلم. قول لي كده اسمه ايه المدرب المنجدي؟ جاموندي هيتعامل ازاي بقى؟ هيحل المشكله دي ازاي؟ مشكله خط الدفاع؟ لا هو لو المشكلتين متشابهتين لا الاهلي حلها بشكل اسرع وشكل اسهل. يعني الاهلي حلها في اخر مباريات، احنا كان عندنا مشكله في الحاجات اللي في خلف المدافعين، اتحلت اخر مباريات بشكل كبير جدا. كل الكور الطويله اللي في ظهر الديفنس اتاخد يعني لغايه مباراه بيراميدز لسه عندنا شويه في الكرات المتحركه، يعني الكرات العكسيه شويه يمكن دي فيها. لسه فيها بس محلوله شويه، عندنا مشاكل كتير اللي هي في عمق الدفاع، حاجات كتير في عمق اللي في خلف المدافعين ورا المدافعين الباكات والاثنين سنتر باك، لا كان عندنا مشاكل كبيره فيها. والمباراه الاخيره انت لعبت مع فرق بتعمل كاونتر اتاك كويس زي المقاولين، بيراميدز برضو بيعمل كاونتر اتاك كويس، ام بي دول من احسن فرق بيعملوا كاونتر اتاك في الدوري. ما عجلش يعني في اعتقد في كوره وحيده في مباراه ام بي اللي اتلعبت في يعني كانت اتلعبت في الجهه العكسيه وايمن اشرف راح غطى فيها، دي بس الكوره الوحيده اللي ممكن تلاقي فيها ان فيها مشكله. لكن قبل كده لا، كان في حاجات كتير بتحصل. لو جينا مسكنا المباريات كلها من اول مباراه الام بي في الدوري وبعد كده مرورا بالانتاج ومرورا بكل الماتشات هتلاقي في مشاكل كتير. كان عندك مشاكل كتير تانية في استرجاع الكوره، استرجاع الكوره كان عندك مشكله كبيره جدا فيها، ما كناش بنعرف نشتغل عليها كويس، كان في تواجد يعني من اللعيبه ولكن ما كانش في استخلاص الكوره. الفتره اللي فاتت في الثلاث مباريات انا بالنسبه لي كان في ايجابيات كتير جدا، منها الوقف الدفاعيه، بقى عندك شيب دفاعي كويس، ودي حاجه من الحاجات اللي احنا كنا مفتقدينها الفتره الاخيره. بلغه الكوره لما تيجي تشتغل حاجه
على ورقه بيضه، عايز اقول ورقه بيضه، الوقت اللي كان فيه فايلر قبل ما يمشي ورقه بيضه، بمعنى ان انت ما اشتغلتش على حاجات كتير، ما كانش في تفاصيل بتشتغل عليها، كنت شغال على خطوط عريضه، عندك كواليتي مختلف من اللعيبه فبيأدي لك بشكل كويس، بيجروا كويس، ولكن ما كانش عندك تفاصيل الحاجات اللي جوه، الحاجات اللي هي في الهاف سبيس اللي موجوده في نص الملعب، اللي موجوده في نص ملعب الخصم، كنت مش بشتغل عليها خالص. قصدك ان موسيماني جه اشتغل من اول وجديد؟ اشتغل ده لا مش من اول وجديد، لا هو احيانا لما بعمل حاجات بسيطه، حاجات الحاجات دي بديهيات في الكوره، بقت حاجات اساسيه في الكوره، فلما عملتها شكلها بان ليه، عشان هي ما كانتش بتتعمل بقى لها فتره، فبالتالي دي اضافت له. يعني احنا شايفين في ناس حكمت على موسيماني ان هو عمل مجهود كبير جدا، هو طبعا مجهود يشكر عليه، ولكن هو ده الطبيعي، هو رجع الفرقه لحالتها الطبيعيه. كان عندنا تغيير كتير جدا في مراكز اللعب، في مراكز اللعب هو عدل الفرقه كابتن عادل، اقدر اقول لك عدل الفرقه البوزيشن. ولا في حاجه مهمه كمان هضيفها لكلامك، ان في وقت من الاوقات ان كان النادي الاهلي كمان ما بقاش يلعب كور طويله ونعتمد على الكره الثانيه، بدانا نطلع بالكوره بشكل كويس من اول يوم، من اول يوم اللي اتصاب فيه الشناوي انت بتشتغل من اول يوم. حتى علي لطفي لما نزل الماتشين بعديه، وعلي لطفي ما عملش ولا كره طويله، حتى لو ضربه مرمى، حتى لو هتلعبها طويله بيلعبها الواحد، كره بايده رجل او كره طويله ما اتعملتش خالص خالص، قليل جدا. ودي حاجه برده من الحاجات اللي بينت ان النادي الاهلي ليه شكل كويس، وده دي الصفه الاساسيه للنادي الاهلي، ان انت عندك استحواذ. فالنادي الاهلي عنده نقاط قوه كمان كتيره، نقاط الضعف اللي احنا بنتكلم ان هم متشابهين فيها، اعتقد الوداد لسه ما حلهاش، اتفرج على ماتشاتهم في مشاكل كتير جدا في السرد باكين، في السرد باكين وظهر الباك الشمال كمان. يحيى عطيه يعني عنده مشكله كبيره جدا، لو لاحظت ان يعني معظم 90% من كل الكور اللي بتروح على فرقه الوداد من ناحيه الشمال، ناحيه يحيى عطيه، يعني يمين النادي الاهلي، من ناحيه يمين النادي الاهلي. دكتور احمد، نستفيد بايه من الكلام اللي يعني عايزين نترجم الكلام اللي بيقوله برده، وانت هتتكلم عايزين باللغه الارقاميه، عايزينك تطلع بقى عشان نتكلم عن ارقام يعني الوداد الأرقام كمان دايماً، ارقام الوداد مع بنتكلم على ارقام، ومن خلال الارقام برده انا يعني هطلع اسئله فنيه الكابتن عادل يعلق لنا على الارقام وازاي بتتحول للغه فنيه داخل الملعب يعني. تمام، الاول جاموندي يمكن هو لعب معاهم 8 مباريات، فاز في 5 وتعادل في 3 وما خسرش ولا مباراه، يمكن هو ما خسرش ولا مباراه، ده برده رقم ياكد ان هم ماشيين بشكل نوعا ما كويس بعد الكورونا، مش وحش قوي. في ارقام رقم ايجابي قوي ورقم سلبي قوي. الرقم الايجابي ان هم مسجلين 15 هدف في 8 ماتشات، ده يعني بيسجلوا 15 هدف، يعني 1.8 يعني بيوصلوا الهدفين في الماتش الواحد. استقبلوا كام هدف بقى؟ 6 اهداف في 8 مباريات. طب كام ماتش من الثمان مباريات ده خرجوا شباكهم نظيفه؟ 2. ماتشين بس. وده رقم كارثي لخط الدفاع بتاع الوداد. ان هم يخرجوا ماتشين بس من 8، اذا الارقام بتقول ايه؟ ان هم عندهم قوه هجوميه واخطاء دفاعيه كتير طبعا، بدليل ان هم ما خرجوش غير ماتشين بس من 8، عكس النادي الاهلي مثلا اخر 12 ماتش 12 كلين شيت في الدوري وثلاثه الاخر مع موسيماني، فدي تفوق النادي الاهلي في الارقام في على المستوى الدفاعي كمان. لكن هم طبعا فريق قوي جدا، عندهم اوراق هجوميه قويه جدا، فريق يحترم، ولكن لازم نستغل الاخطاء اللي هنتكلم عليها في نقاط الضعف الموجوده. صحيح. ان شاء الله عشان نحسم المباراه يعني. كريم احمد مراسلنا، مراسل النادي الاهلي هناك في المغرب. كريم مساء الخير. كابتن هاني برحب بيك طبعا في البدايه، كل التحيه ليك وتحيه طبعا زميلتي العزيزه سهام ولضيوفك الكرام. اهلا بيك يا كريم، طمنا على احوال لاعبتنا وبعثتنا في المغرب الوصول، ونقول لك طبعا الحمد لله على السلامه، وطمنا على فرقتنا دلوقتي يعني بعد ما وصلوا المطار، ايه اللي حصل لغايه ما وصلوا الاوتيل، يعني الاجواء ايه من ساعه وصول المطار لغايه الاوتيل؟ الحقيقه طبعا اكيد بنقول طبعا كل لعيبه النادي الاهلي الحمد لله على السلامه. طبعا في البدايه رحله موفقه جدا طبعا تحت رعايه طبعا الناقل الرسمي لقناه النادي الاهلي اير كايرو، الامور الحمد لله كابتن هاني كانت ماشيه بشكل رائع ومميز جدا من بدايتنا طبعا وبدايه وصولنا في مطار القاهره. لعيبه النادي الاهلي وصلت في تمام الساعه الواحده ظهرا مباشره، طبعا كان في استقبال اكثر من رائع لمدير العلاقات العامه بمطار القاهره، كل لعيبه النادي الاهلي تواجدت في الميعاد الخاص. يمكن الطياره كانت المفروض تطلع الساعه 3 عصرا، لكن كان في تاخير بسيط جدا، الطياره يمكن اقلعت من مطار القاهره 3:30، لكن الحمد لله 4:30 وصلنا هنا منذ نص ساعه بالظبط، لكن قعدنا شويه في المطار كده على الاجراءات الخاصه بالباسبورات والجوازات، لان لعيبه نادي الزمالك كانت وصلت معانا في نفس التوقيت، فيمكن كان في
ازدحام شويه طبعا على الجوازات الخاصه بمطار المغرب، لكن الحمد لله سريعا طبعا مع التنسيق السريع بين كابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ قدرنا ان احنا مباشره نكون متواجدين لفندق الاقامه. ويمكن الفندق بيبعد شويه عن المطار، نقدر نقول من 30 ل 40 دقيقه. الوقت ده طبعا في حظر يا كابتن هاني، زي ما انت عارف عندهم الحظر هنا بيبدا من 10 مساء لل 5 الفجر. يمكن بعض الناس كانت بتكتبات خلال الفتره اللي فاتت ان الحظر بيكون من 6 ل 6، لكن اتاكدنا طبعا من مسؤولي الامن اللي كانوا متواجدين معانا في تامين بعثه فريق النادي الاهلي، من 10 مساء بيبدا الحظر الى 5 صباحا. لكن بشكل عام بعثه النادي الاهلي وصلت بالسلامه برئاسه الكابتن محمود الخطيب، اللي كان الحقيقه يعني كل لحظه كان متواجد في الطائره بيحاول ان هو يطمن على اللعيبه بيشد من ازرهم. كمان معانا الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره، وايضا كمان رئيس اللجنه الطبيه الدكتور محمد شوقي، اللي اكيد دوره هيكون مهم جدا هنا في فندق الاقامه وتحديدا في هذه المباراه. لكن بشكل عام بطمنك يا كابتن هاني وبطمن كل جمهور النادي الاهلي، لعيبتنا معنوياتها مرتفعه بشكل كبير، تركيزهم كان باين جدا في المطار في الطياره، الكل بيتكلم، كل اللعيبه بتتكلم على اهميه هذه المباراه. هو هدف واحد يا كابتن هاني، انت عارف اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. عندنا 180 دقيقه مهمه جدا، 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله نقدر نحسبها بنتيجه ايجابيه هنا تساعدنا في مباراه العوده وحسابات بقى اخرى في القاهره مع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي، اللي بنتمنى له كل التوفيق في البطوله الافريقيه، الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي. ولو بتكلم على بيتسو موسيماني يا كابتن هاني، الحقيقه يمكن جلساته مستمره مع لعيبه النادي الاهلي وجلساته مستمره ايضا كمان مع الجهاز الفني، على طول بيقعد مع الكابتن سيد عبد الحفيظ الكابتن سامي قمصان، بيحاول ان هو على طول يجدد كل الامور الخاصه بالانتقالات، ملاعب التدريب، الامور الخاصه بفندق الاقامه، كل الامور دي بيحاول يتكلم فيها الجهاز الفني تحديدا بقياده مستر بيتسو موسيماني. لكن بشكل عام عايز اطمنك اكتر من مره على الحاله البدنيه لعيبه النادي الاهلي، الاصابات الحمد لله، يعني هتكلم على الاصابات تحديدا على الشناوي ومحمود وحيد وايضا كمان كهربا. الشناوي ان شاء الله باذن الله يكون الحارس الرئيسي في مباراه الوداد، اللي باذن الله ان شاء الله باذن الله يكون متالق قعدته. الشناوي واحد من اللعيبه المميزه جدا، بيقوم بدور كبير مع لعيبه النادي الاهلي، عنده اصرار وعنده عزيمه وعنده يمكن روح الفانيله الحمراء وشخصيه النادي الاهلي بتبان على الشناوي تحديدا. محمود كهربا كمان مستمر في التاهيل، يمكن هو طبعا جلسات بسيطه جدا، لكن باكد لك ان شاء الله باذن الله هيكون ليه دور في هذه المباراه، مشيته كويسه جدا باينه، بنطمن على طول من الجهاز الطبي بقياده الدكتور خالد محمود. كل الامور دي الحمد لله بنحاول نطمن بيها كل جمهور النادي الاهلي. ايضا كمان محمود وحيد كان عنده بعض الالام طبعا، لكن الحمد لله مع الايام بقى اللي جايه دي وان شاء الله باذن الله قبل يوم السبت ويوم الجمعه تحديدا ان شاء الله باذن الله نطمن على الحاله البدنيه، الحاله الفنيه، الحاله المعنويه لكل لعيبه النادي الاهلي. لكن بشكل عام يا كابتن هاني باذن الله كل الامور دي تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي، وايضا كمان يوم المباراه باذن الله كل المناخ الظروف كل الامور دي ودعوات اكيد كل جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه، كل الامور دي ان شاء الله تكون معانا كابتن هاني. وايضا كمان باذن الله بنتمنى التوفيق للبعثه بشكل كامل ان شاء الله. كريم الحمد لله على السلامه. طبعا الرحله كانت 4 ساعات ونص زي ما بتقول، وصلته تقريبا من ساعتين بس. طبعا بنشكر المسؤول او الناقل الرسمي زي ما انت قلت شركه اير كايرو اللي بتنقل بعثتنا بعثه النادي الاهلي. عايز اتكلم معاك في التفاصيل دي، وقت الاستقبال احنا كنا بنتكلم عن 2 من كبار المسؤولين في السفاره سيد عمر منيب وعمر شعيب كانوا في استقبال البعثه برئاسه الكابتن محمود الخطيب. كلمني عن ده وكلمني دلوقتي الفريق فين بيعمل ايه وايه اللي جاي كمان من بعد 5 الفجر بقى بنحكي، احنا في وقت حظر دلوقتي عندهم. في البداية طبعا يعني الله يسلمك طبعا سهام، طبعا باكد لك طبعا على التواجد القنصل، طبعا يمكن كنا بنتمنى يكون السفير متواجد معانا، كان هو في القاهره ان شاء الله يكون متواجد غدا. معالي القنصل طبعا كان متواجد، والكابتن محمود الخطيب زي ما بقول لك طبعا كل الامور دي كانت مهمه جدا يكون في استقبالنا معالي القنصل، لان التسهيلات بتفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا. كمان الكابتن محمود الخطيب كان ليه دور كبير، لان سرعه الاجراءات وننتقل على طول الى فندق الاقامه ده كان امر مهم جدا. زي ما باكد لك اقول لك كمان فرقه الزمالك مجرد وصولها كان معانا، فالامر كان فيه ازدحام شويه، انت عارفه الاجراءات، عدد كبير بعثه النادي الاهلي يمكن تصل ل 53 فرد، وايضا كمان اكيد على الجانب الاخر نادي الزمالك. لكن بشكل عام يمكن قدرنا ان احنا نخرج من المطار بشكل سريع. كل الامور بقى اللي احنا بنتمناها الفتره اللي جايه بقى مع معالي القنصل اكيد كل المسؤولين عن سفاره مصر هنا طبعا في المغرب، كل الامور الخاصه بالتدريبات الانتقالات كل الامور دي ان شاء الله باذن الله على مدار الايام يعني عندنا ثقه كبيره جدا فيهم، ما يبقاش في اي صعوبات واي معوقات مع تدريبات فريق النادي الاهلي. ايضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ كان متواجد مع الكابتن محمود الخطيب، الامور دي مهمه جدا للعيبه النادي الاهلي، لان الامور دي لما بتتحل بشكل كبير الجانب الاداري تحديدا لعيبه النادي الاهلي بيبقى ليها هدف وحيد وهو التركيز في المستطيل الاخضر، وده الهدف وده اللي اكيد بيتكلم عليه الجهاز الفني بالكامل وايضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ. كل الامور الاداريه دي ما حدش يشغل دماغه بيها، الاهم حاجه طبعا كل الامر يكون في ال 90 دقيقه القادمه اللي ان شاء الله بنتمنى لها كل التوفيق للنادي الاهلي. عايز ارجع كمان لاير كايرو للنقل الرسمي لقناه النادي الاهلي، للحقيقه كانوا عاملين اداء رائع جدا ومميز جدا، واللعيبه كانت سعيده الحقيقه في الطائره، قدموا كمان لفته
جدا وتورته للاعيبه النادي الاهلي احتفالا بيهم طبعا، وكانوا سعداء ان النادي الاهلي يكون متواجد معاهم على الطائره، وايضا كمان كان لقاء مع الكابتن طيار ادهم مدحت طبعا اللي كان قائد الطائره. الحقيقه يمكن الراجل سعيد جدا بتواجد النادي الاهلي، وقال شرف كبير ان يكون شركه اير كايرو هي الناقل الرسمي لقناه النادي الاهلي، وكل لعيبه النادي الاهلي ايضا كمان متواجدين معاهم، فكل الامور دي اكيد بتسعد الجميع. لكن هدفنا بقى ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله ان لعيبتنا يكون عندها روح الاصرار، روح الجديه، روح العزيمه. مرحله محتاجه تكاتف بشكل كبير جدا، مش هنتكلم بقى على حضور الجمهور هنا في الوداد، مش هنتكلم على كل الامور دي، هنتكلم على فرقتنا فقط لغير. عندنا ثقه كبيره جدا فيهم وثقه كبيره ايضا كمان في الجهاز الفني. ان شاء الله كل الظروف تكون مهيئه ونرجع ان شاء الله بنتيجه ايجابيه باذن الله. ان شاء الله كريم. طبعا كل الرسائل دي طبعا برضو برعايه بنك سايب، طبعا راعي النادي الاهلي، بجانب طبعا اير كايرو. لكن عايزك يا كريم اخيرا توضح لي برنامج الفريق ايه بكره، يعني النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي هتعمل ايه بكره؟ الاستيقاظ الساعه كام؟ التدريب الساعه كام؟ المحاضرات، يعني البرنامج اليومي للنادي الاهلي بكره هيكون ازاي؟ بالتاكيد طبعا يا كابتن هاني، يعني في اجتماع حاليا دلوقتي بيتسو موسيماني للكابتن سمير عدلي للكابتن سيد عبد الحفيظ لوضع البرنامج الخاص بالتدريبات حتى طبعا يوم الجمعه اللي هو يكون اخر تدريب لفريق النادي الاهلي. عندنا معلومه كده ان المؤتمر يوم الجمعه ممكن ما يبقاش في مؤتمر صحفي، احنا عارفين ان قبل كل مباراه طبعا ب 24 ساعه بيكون في مؤتمر صحفي، لكن الاجراءات طبعا الخاصه هنا بجائحه كورونا الامر ممكن يكون في الغاء للمؤتمر الصحفي، لكن حتى هذه اللحظه لم نتاكد من هذه المعلومه، لكن مرارا ان شاء الله مع مرور الايام هنتاكد من هذه المعلومه. يعني تدريب فريق النادي الاهلي هيكون من الساعه 4 للساعه 5، يعني التوقيت ده اللي احنا طبعا لمسناه واكدنا كمان عليه من المسؤول الامن اللي كانوا متواجدين هنا. كل الامور دي هتتحسم دلوقتي يا كابتن هاني. لعيبه النادي الاهلي في هذه اللحظات يعني خلاص دخلت على وجبه العشاء، يمكن الوقت متاخر شويه، لكن مباشره على طول دخلوا على الغرف ثم ميعاد على طول لوجبه العشاء. خلاص بقى اللعيبه بعد كده هتخش على طول على الغرف مباشره. صباحا هيكون الفطار صباحا 10 صباحا هنا بتوقيت كازابلانكا وتوقيت المغرب. الغداء طبعا كالعاده بيكون الساعه 1:30 ظهرا. لسه بقى امر التدريب ده اكيد هنتاكد منه في خلال لحظات بسيطه جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ، سواء غدا او بعد غد وحتى ان شاء الله يوم الجمعه. لكن بشكل عام ان شاء الله يعني يكون في تنسيق كامل، ويكون ايضا كمان في برنامج تدريبي مؤهل للعيبه النادي الاهلي، ويسعى في النادي الاهلي بشكل كبير ما يبقاش التوقيت بدري او متاخر، لان هنرتبط طبعا بميعاد المباراه زي ما انت عارف يا كابتن هاني. لكن بشكل عام الامور الحمد لله حتى هذه اللحظه ماشيه بشكل مطمئن وطيب جدا لفريق النادي الاهلي. طيب طمنا كريم اخيرا عن علي معلول وجيرالدو، عارفين ان هم كانوا بيشاركوا مع منتخباتهم، لكن هيوصلوا، افتكر ان هم وصلوا الاجتماع هيبقى معاهم بكره، يعني الجلسه دي هتشملهم مع بيتسو ميسوماني. يعني برضه حتى هذه اللحظه من الواضح ان اكيد علي معلول وجيرالدو هيوصلوا غدا. التوقيت طبعا الوصول انت عارف المجال الجوي يعني في المرحلات الخاصه بس هي اللي مسموح بيها، لكن في تنسيق كبير جدا سواء من الكابتن سيد كابتن سمير بالكاف كمان مسؤول الكاف وايضا كمان السفاره يعني. لكن معلومتنا اللي موجوده عندنا ان اكيد جيرالدو وعلي معلول هيكونوا متواجدين ظهر الغد ان شاء الله باذن الله. هناكد المعلومه دي برضه من خلال لحظات، انت عارف لسه واصلين، ففي تنسيق كبير جدا الكابتن سيد والكابتن سمير قبل كل مباراه، اما بيكون في مجال جوي مفتوح طبعا بغض النظر عن الظرف اللي احنا فيه بيكونوا متواجدين، هم اللي بيتولوا هذا الامر، بيكون في تنسيق بشكل عام، ما بيبقاش في غلق مجال جوي. احنا عندنا ظرف صعب شويه ان مجال الجو مغلق بالنسبه للمغرب، فمحتاجه تنسيق كبير، وده اللي بيقوم بيه الدور الكبير بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وايضا كمان معالي القنصل. لكن بشكل عام ان شاء الله المعلومه اللي عندنا ان علي معلول وجيرالدو باذن الله ظهر الغد ان شاء الله يكونوا متواجدين مع فريق النادي الاهلي. بنتمنى بقى ان هم يلحقوا التدريب حتى لو ريكفري بسيط جدا، ويبداوا ان شاء الله بقى تدريجيا يعني تدريبات فريق النادي الاهلي وتدريبات الجماعيه يبداوا يشاركوا فيها، دورهم كبير ان شاء الله مع لعيبه النادي الاهلي في المباراه مباراه الوداد. ان شاء الله باذن الله علي معلول يوصل بالسلامه، ما يبقاش في عنده اي اصابات اي كرامبات، طمنا عليه وشفناه قد مباراه اكثر من رائعه. ايضا كمان جيرالدو نطمن عليه بشكل عام، نطمن على حالته البدنيه وحالته المعنويه بشكل عام. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تكون كلها خير للنادي الاهلي، مرورا بالوقت باذن الله يوم السبت يكون يوم مميز، يوم حافل، ونرجع ان شاء الله من هنا يعني معانا نتيجه ايجابيه تسعد كل جمهور النادي الاهلي. يتبقى بقى ان شاء الله مباراه القاهره ليها حسابات اخرى زي ما اكدنا وقلنا. شكرا ليك كريم احمد. بنشكرك شكرا جزيلا من المغرب، وان شاء الله على تواصل دايما معاك لغايه ان شاء الله يوم المباراه، وزي ما انت قلت كل التوفيق للنادي الاهلي، ونرجع ان شاء الله بنتيجه ايجابيه. نرجع يا كابتن عادل نتكلم بقى فنيا، ومن خلال الارقام دكتور احمد قول لنا يعني اهم الارقام والثمان مباريات اللي قضاهم في الدوري، ونطلع بيهم من اسئله فنيه للكابتن عادل. احنا قلنا ان هم لعبوا 8 مباريات مع جاموندي، كسبوا 5، اتعادلوا 3، وخسروا ما خسروش ولا ماتش، وجابوا 15 جون واستقبلوا 6. قلنا ان هم برضو حافظوا على نظافه شباكهم ماتشين بس من الثمانيه.
لو اتكلمنا على التشكيله المتوقعه للوداد او ايه الابرز او طريقه اللعب اللي بيلعبوا بيها، هم بيلعبوا 4-1-4-1 مع المدرب جاموندي، بعض الناس بتشوف 4-3-3 او 4-1-4-1 بالظبط. في حراسه المرمى احمد رضا التجناوتي اللي حارس المرمى اللي هو رقم 26 عنده 24 سنه وده انضم المنتخب المغرب مؤخرا يعني. الاثنين المساكين المتوقعين صلاح الدين السعيدي. صلاح الدين السعيدي اصلا لعيب ارتكاز، هو اكبر لعيب كان الفريق، ديفندر، هو اصلا لعيب ديفندر ارتكاز بالزبط. هو الافضل يعني اكبر لعيب الفريق سنا في التشكيل الاساسي. لكن احمد انت ممكن انا باسفل اقطعك بس ممكن تقوم تقف هنا على الفيديو عشان نشوف اكتر معاك، صح كده؟ تمام كده نشوف اكتر بقى مع الناس كمان. كابتن عادل اتفضل. احمد رضا التكناوتي في حراسه المرمى. ايوه. الاثنين المساكين صلاح الدين السعيدي وابراهيم نجم الدين، دول الاثنين يعني ايه زي ما بنقول كده ان هو في عندهم غيابات في خط الدفاع، ممكن يشارك اشرف داري وابراهيم كمارة، دول الاثنين الاساسيين. ابراهيم كمارة اشرف داري بقاله سنه ما لعبش، عنده رباط صليبي ولسه راجع، ده مش هيلعب اكيد. والثاني ابراهيم كمارة بقاله شهر ونص غايب، وممكن يعني ممكن يكون في مفاجاه ان هو بيجهزه، حتى لو في مفاجاه مش هيبقى جاهز 100%، مش هيبقى جاهز 100%. ممكن محمد رحيم برده، ومحمد رحيم مش مقيد افريقيا، مش مقيد لا، رغم ان هو المساك الاساسي بتاع الفرقه. فبالتالي انت عندك صلاح الدين السعيدي مش مساك اصلا، وابراهيم نجم الدين مش بيلعب برضه في الفتره الاخيره، فعندهم الاثنين المساكين ده انت لازم تضغط عليهم من بدري تخلص الماتش. دي الحته الفنيه هاخد منك وهكلم الكابتن عادل. وكمان بالنسبه للاثنين سرد باكين، هو بيتكلم كمان على اكبر سنا يعني صلاح الدين السعيدي 33 سنه شويه، فده عايزين حد سريع، فدي كلها ترجمه. طب ممكن مروان ولا بجي؟ بجي عنده سرعات، مروان هتفرق في اختيارات، هتفرق في الاختيارات. وممكن اجايه، ممكن اجايه، ممكن يخش شادو سترايكر، ممكن اجايه يبقى موجود. يعني خلينا نكمل. اتفضل. الباك الشمال يحيى عطيه الله، طبعا في بدري كادرين بس مش موفق في الفتره الاخيره، فاللي بيلعب اساسي هو يحيى عطيه الله. اللي قدام الارتكاز الوحيد يحيى جبران، وهو اللي بيغطي المساحه دي. هو يحيى جبران اصلا لعيب زي السليه، بوكس تو بوكس، بيكمل لقدام دايما، ولكن المدرب ده وظفه كلاعب هولدنج ميدفيلدر او لعيب قطع كرات قدام الاثنين المساكين بيديهم الحمايه. يحيى جبران بقى يعني طبعا هي دي نقطه ضعف، من ان هو لعيب ارتكاز واحد بيغطي المساحه دي كلها بتبقى مع عدم قطع كلامك يا احمد. هو ساعات واحد من الاثنين اللي يعني يا وليد يا ايمن ساعات بينزل جنب، بس الاثنين قدراتهم الدفاعيه يعني مش نفس يعني مش جامدين قوي دفاعيا. سواء وليد الكارتي طبعا لعيب خبره كبيره، ولكن هو في الماتشات الاخيره بيمر بسوء توفيق، مش في حالته قوي. وايمن الحسوني اصلا مهاجم وتم توظيفه كصانع العاب، فانت عندك الاثنين دول دفاعيا مش جامدين قوي يعني مش مشكلة على مشكله زي ما قلنا في الحته دي. تمام. ايمن الحسوني ده يحيى جبران مميز بلعب الضربات الجزاء، ايمن الحسوني مميز بلعب الضربات الثابته والتسديدات من بعيد، هو المتخصص لعب الضربات الثابته بتاعتهم. نيجي للثلاثه اللي قدام، ودول اخطر ثلاثه في الوداد من المغربي. من نقاط القوه اسماعيل الحداد وبديع اسماعيل أوك. الحداد الجناح الشمال، بديع اوك الجناح اليمين، وقدام المهاجم الكونغولي اللي لسه كان بيلعب دلوقتي مع منتخب الكونغو قدام منتخب المغرب كاسينجو كزادي كاسينجو. دول الثلاثه اللي قدام طبعا اقوياء جدا وسرع، يمكن هم حتى في عمليه تحضير الهجمه بيعتمدوا دايما ان هم بيجمعوا اللاعب ناحيه اليمين ويحاولوا ان هم يعملوا التمرير الطولي. يحيى جبران بينزل دايما مع الاثنين دول ويعملوا نوع من المثلث هنا، وتيجي تلاقي التمرير يحيى جبران هو اللي بيحضرها على اسماعيل الحداد. دي اول لعبه في عندهم في تحضير الهجمه الناحيه دي. هل الناحيه دي هتحط مثلا عندهم الجبهه دي اليمين دي قويه قوي يعني، الناس كلها بتتكلم على اسماعيل الحداد، ولكن الناحيه اليمين بديع اللي هو جبهه شمال النادي الاهلي، ده اخطر مصدر صناعه الفرص في الوداد المغربي هو بديع اوك. واحنا يمكن معانا ارقام وهداف كمان، ده احرز 5 اهداف كمان في الدوري يعني. انت بتتكلم يا كابتن عادل كمان، انت بتتكلم على الجناحين بديع اوك واسماعيل الحداد ومعاهم كازونجو، دول حطوا تقريبا 20 هدف في الدوري، فدول الثلاثي اسماعيل الحداد واخد. فانت لو عندك رؤيه تحليليه برضو يعني اشرحها لنا برضو كابتن عادل. يعني احنا الناس كلها بتتكلم على اسماعيل الحداد ان هو اللي واخد الشو كله من الفرقه، هو نجم الشباك الاول عندهم، ولكن مش هو الاساس. الاساس بديع اوك لعيب سريع جدا، لعيب خططي جدا، بيعرف يتحرك بشكل كويس جدا. اللي بيزود قوته هو عبد اللطيف نصير. عبد اللطيف نصير الاثنين دول بيعملوا جبهه، بديع اوك بيعرف يستلم في المنطقه دي، المنطقه اللي هي دي الهاف سبيس اللي جوه، المنطقه اللي خلف الاثنين دول اللي هو دي برده عندها مشكله على الرايت يطلع اللي عنده زي عنده ريد الكارتي وايمن الحسوني. دي من المناطق اللي انا بنتكلم عن المناطق نقطه القوه عندهم الاول. بديع اوك بيتحرك بره كويس جدا، عنده نقطه لازم ناخد بالنا منها جدا ان هو والكره مش معاهم ما بينزلش قوي، بيعلق سنه، ممكن تلاقيه كمان مسابق راس الحربه، بيعملها بذكاء شويه، ممكن تكون
هو اعتقد ان هي مقصوده ان هي قررت في ماتشات كتير جدا، ودي حاجه من الحاجات لازم ناخد بالنا منها. لو احنا بنهاجم من ناحيه الشمال لازم، انت بتتكلم على علي معلول، ممكن جدا يكون في بعض التعليمات ان خلي بالك يا علي، يعني احنا ودي مش عندي علي بس كابتن عادل معانا الخريطه الحراريه لو طبعا تاكيدا لكلام كابتن عادل. المشكله مش عند علي بس، انا علي وارد ان هو هيتقدم، بتتكلم على الطرف بتاعه على الجناح اللي قدامه، الجناح لا، وكمان الاثنين المساكين اثنين السنتر باك، لو واحد لو احنا مركزين في الحته دي قوي لازم يبقى فيه ميل شويه، لازم ما يبقوش في قلب الملعب قوي، لازم يبقى فيه ميل شويه تحسبا، لان احيانا كتير جدا بديع اوك ده بيعلق وبيسيب الناس بتشتغل على عبد اللطيف نصير. وبرده في نقطه مهمه جدا، عبد اللطيف نصير لعيب مميز، لعيب دفاعيا قوي جدا، مميز من دفاعيا، اقوى اللعيبه الدفاعيا في الفرقه دي، تكتيكيا بيتحرك بشكل كويس جدا، مش سهل تلعب عليه واحد على واحد. وعنده نقطه كمان مهمه، لو ما ركزتش معاه واحنا شغالين وانت بتدافع، لو ما ركزتش معاه بديع اوك بيشتغل في الهاف سبيس دي كويس جدا، وعبد اللطيف نصير ما بيضيعش وقت، على طول موجود في ناحيه في اللي فيها المنطقه. انت لو بتتكلم كده واحمد يشاركنا الموضوع، انت لو ناخد المعلومات اللي انتوا بتقولوها دي ونحولها لنقط فنيه للنادي الاهلي، يبقى احنا عندنا مش عندنا مشكله، لكن لازم نخلي بالنا من ناحيه لازم. علي معلول لازم. بتتكلم على علي معلول، بتتكلم على السرد باك اللي جنبه اللي احتمال يكون ايمن اشرف، بتتكلم كمان على الطرف المهاجم اللي ممكن جدا يكون في المنطقه ديت، ممكن يكون حسين الشحات، ممكن يكون اهم يعني دور، يعني اهم اثنين في المباراه دي، اهم اثنين اللي هينجحك اللي هيكسبك بطوله افريقيا هم الجناحين بتوعك. مش هجوميا هم هيجيلهم فرص، وعندهم الفرقه عندها مشاكل كتير جدا في المناطق دي، المنطقه دي والمنطقه دي، لو اللعيبه بتاعتنا دخلت لجوه كتير، لو حسين او كهربا او دخلوا استلموا هنا عندهم مفيش مشكله، يعني هيبقى في مشكله كبيره قوي عندهم. عبد اللطيف نصير ذكي جدا، ساعات بيدخل هنا وساعات بيسيب المنطقه دي كلها فاضيه لو مفيش حد. طب بديع اوكي ما بيرجعش يساعد معاه، يعني هو بيرجع بس مش هم برده عندهم نفس مشكله عندنا، احنا بنتكلم في الجناحين عندنا، هم نفس مشكلتهم في الجناحين عندهم. اسماعيل حداد نادرا لما بيرجع، لو انت تلاحظ الشيب بتاعهم هم بيتشغلوا كل فرق الكبيره بيبقى الشيب كلهم الناس كلها تحت الكوره، تحت الكوره حتى لو بيعمل ضغط عالي مزبوط. او بيعمل زون لازم كلهم تحت الكوره. لو جيت شفت يعني مشاهد ليهم كتير، المنطقه دي كلها ممكن يبقى فيها سبعه ودول معلقين، يعني فرق يعني ممكن يعلق ثلاثه الجناحين وراس حربه. دي نقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا. طب احنا كنا دكتور احمد وقفنا عند نقاط القوه عندهم الاثنين، ايوه عند اسماعيل الحداد تحديدا وكسوم. بقى مميز بحاجتين قوي في الفتره الاخيره، اكتسب خبره كبيره جدا في الفتره الاخيره، ان هو كمان بقى بيجيب اهداف براسه بضربات الراس، مميز قوي اسماعيل الحداد ده بالتحركات القطريه اللي هي ما بين المساك ما بين المساك والباك. ما بين مثلا احمد فتحي وما بين ياسر ابراهيم. دي اخطر حاجه على النادي الاهلي، دايما هم بيحضروا بديع اوج بيتعلق ورا علي معلول وبيعمل العرضيه، اسماعيل الحداد دايما بيقطع كده. مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من التحركات القطريه، يعني لو استعرضنا اهداف اسماعيل الحداد هنلاقيه. طب دكتور السؤال برضه، هو القطع القطري دوت ساعات يبقى لو بيبقى بيزيد على الزاويه على القائم البعيد لو كره طرف يمين عند وديع، لكن ممكن جدا وكره في نص الملعب القطع دي بتكون اخطر كمان، يعني لو واحد في نص الملعب وهو قطع القطعه دي ما بين لو مثلا احمد فتحي او محمد هاني وياسر ابراهيم، فدي بتبقى اخطر. يعني هات الهدف، هتلاقي الهدف اللي معانا. اتكلمنا عن اسماعيل بقى الحداد، لان اسماعيل الحداد اهو بص حضرتك ده بقى مميز جدا بضربات الراس الفتره الاخيره، بقى اكتسب الحته دي واكتسب حته التحركات القطريه. يعني لو شفنا الهدف اللي بعد ده هنلاقيه ازاي اتحرك ما بين، يمكن ده هدف من ضربه ركنيه، هم مميزين بصراحه في الضربات الركنيه والضربات الثابته، ودي حاجه لازم نخلي بالنا منها. طبيعي ده برده من الاهداف اهو، بصي هتلاقي ان هو بديع اوك، الكمله اللي بكلم عليها بديع اوك اهو، تلاقيه عمل الاوفر، عمل العرضيه او باظه لايمن الحسوني، ده ايمن الحسوني اللي معاه الكوره بيباظي للكارتي، الكارتي بيعمل الاوفر لمين؟ اسماعيل الحداد اللي قاطع ما بين الباك والمساك. دي اهم نقطه عندنا، لازم محمد هاني او الباك اليمين او احمد فتحي. التغطيه العكسيه بتتكلم، التغطيه العكسيه مهمه جدا. بص اسماعيل الحداد بيعمل ايه؟ بيتحرك. هو اهم دكتور برضو أوه. في نقطه مهمه جدا، لازم اللعيب اللي بيشتغل اللي بيعمل كروس باس لازم ما يبقاش عنده وقت على الكوره، دي نقطه مهمه جدا عشان امنع الثانيه اللي الدكتور بيتكلم عليها ان هم بيشتغلوا بدماغهم كويس. لازم اقطع، لازم اشتغل على الكوره دي من البدايه، يعني عبد اللطيف يضغط عليه بسرعه، يعني لازم حتى لو ما فيش ضغط سريع لازم يبقى المسافات قريبه، لازم المسافه بيني وبين الراجل اللي بيعمل الكروس ما تديش مساحه، يعني عادل اللي يعمل الكروس يعني لازم، لان انت لو سبت لهم اديتهم وقت على الكوره لا هي هي هيتعبوك. ان الاثنين اللي بيشتغلوا كويس جدا بدماغهم اسماعيل حداد وكزادي، وكمان بيكمل معاهم وليد الكارتي، وليد الكارتي بيلعب معاهم اكنه بيلعب فيرو الثالث، وكمان ايمن الحسوني اساسا عنده مواصفات راس، هو راس حربه، ف
فانت بتتكلم على انت بتتكلم على الخماسي اللي قدام، انت بتتكلم على خماسي عندهم هجوم. نزعه هجوميه كبيره جدا، فدي نعلق عليها ان احنا لازم يكون عندنا زي ما احنا بنقول وشفناه في المباراه اللي فاتت، عندك المسافات قريبه جدا من بعض، ما تديش مساحات للعيب انه ممكن بالزبط. يطلع الكروس، والناحيه الثانيه انك ممكن تعمل كاونتر اتاك كويس، كاونتر اتاك، وانت كمان في بدايه الهجمه. اه بالظبط، في بدايه الهجمه كمان احنا عندنا حاجه ميزه ممكن نستغلها. هم عندهم نقطه قوه وفي نفس الوقت نقطه ضعف. نقطه القوه في وليد الكارتي والحسوني، بيعرفوا يضغطوا كويس جدا. يعني لما بتشوفهم بالشيب الشيب اللي قال عليه الدكتور احمد، الاربعه واحد اربعه واحد بتبان قوي، اللي مبينها هي الطبيعه 4-3-2 و 3-3-3 بس مبينها قوي ان هي 4-1 4-1 وليد الكارتي وايمن الحسوني مزودين قدام، بيضغطوا قوي بزياده. فالمناطق دي اللي الدكتور برضو اتكلم عليها في نقطه كويسه، ان الراجل ده بيغطي منطقه كبيره جدا لوحده، والاثنين دول مع الراجل ده بالذات ما عندوش الذكاء الزايد انه يقدر يغطي يخش امتى يقف. يعني الراجل ده لما بيكون موجود لوحده، الاثنين دول ممكن يشتغلوا جوه، والاثنين الوينج اكنهم بيلعبوا بسته. انت عارف طيب. كمان ممكن عادي دي هنستغلها ان ممكن الاطراف تخش، وممكن خلي بالك ممكن الاطراف تخش ولو الباك دخل معاه، دي بقى مهمه كمان راس الحربه انه يخرج في الحته ديت. ما انت بالزبط. مهم كمان جدا انك تلعب بالزبط. في الفراغات. يعني لو على سبيل المثال حسين الشحات مثلا من ناحيه اليمين دخل لجوه ودخل معاه الباك، لازم الحته دي تبقى الحته دي بالظبط، الحته دي سهله بالظبط، الحته دي بادجي بيعرف يتحرك فيها كويس جدا، بادجي مميز جدا في القطع ده، في الحته دي. الحته الثانيه لا، مش احسن حاجه فيها، لكن في الحته دي بادجي بيتحرك فيها كويس. واجاييه انا شايف ان اجاييه ممكن يكون انسب واحد للمباراه دي لو الاجنحه جاهزه، لان اجاييه بيعرف يتحرك كويس، بيعرف يتحرك في الاماكن اللي تعرف تاخد فيها لعيب معاك عشان تفضي لحد تاني، هو مميز جدا في الحته دي. فاعتقد لو احنا جاهزين، لكن اعتقد ممكن يبقى عندك كهرباء ورقه معاك وارد. بص يا كابتن عادل، اللي هو دي كلها اجتهادات احنا بالزبط. بنقولها، ودي افكار يمكن، وطبعا موسيماني اكيد عنده رؤيه افضل، بس احنا بنجتهد ونشوف ممكن يعني نتوقع ممكن يكون ايه. اتكلمنا عن اسماعيل الحداد من نقاط القوة في الوداد، كمان بديع أوك برضو بالتفصيل. بديع أوك هنا سؤال إن بديع أوك مصدر صناعة الفرص، هل نبدأ بعلي معلول ونديله تعليمات إن هو ما يتقدمش كتير، ولا نبدأ بأيمن أشرف مساك، ولا نبدأ بعلي معلول ونحط ثلاثة ارتكاز؟ هي دي الفكرة، عشان لازم تعمل ستارة دفاع، لأن نقطة قوة الوداد زي ما قلنا ثلاثة ارتكاز صعب شوية. أنا بشوف بصراحة الأفضل ثلاثة ارتكاز من وجهة نظري، يعني ثلاثة حمدي فتحي اليو ديانج في وسط الملعب، اليو ديانج يبقى في وسط الملعب، وسوليه يرحل ناحيه الشمال، بحيث ايه ان انت تستغل معلول في الهجوم وتعمل مثلث. يعني يبقى في ثلاثه، يبقى في عمرو السوليه، يبقى في علي معلول، وقدامه مثلا اجايكا جناح، يبقى انت عامل ثلاثه على بديع اوك. طب ما الفكره وتغطي مشاكل الاجنحه، وتغطي مشاكل الاجنحه. ممكن جدا حل ثاني ان انت زي ما انت قلت يا كابتن عادل، ان ممكن جدا في الحاله الهجوميه علي معلول بيزيد، لكن السيرد باك ايمن اشرف يكون مايل شويه، ويكون مش لازم يبقى ايمن ومحمد احمد فتح مثلا وهاني هم اللي طايرين. يعني في وجود مثلا علي معلول طاير، يبقى هيقف سيرد باك ومعاه سيرد باك تاني، والباك العكسي يبقى واقف شويه، يبقى عندنا برضو الثلاثه موجودين بيامنوا بشكل كويس. ممكن طبعا، وكمان يعني لو بصينا على ارقام بديع اوك، دي الرقم ده مهم جدا، اكتر لاعب في فريق الوداد بيمتلك معدل صناعه فرص لزملائه، بيصنع 1.7، يعني بيصنع فرصتين في الماتش الواحد، واكتر لاعب عنده معدل محاولات 2.3، اكتر لاعب بيصنع واكتر لاعب محاولات، دايما تحركاته هتبقى في ظهر علي معلول، فهنا لازم يكون في حذر من تحركات بديع اوك في ظهر علي معلول. دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه، لو استعرضنا برضو ارقام اسماعيل الحداد السنه دي مسجل اكتر اهداف، اكتر تسجيل اهداف في تاريخه مع الوداد. يعني في جدول عاملينه كده للارقام اسماعيل الحداد، كان معانا قبليها هنلاقي ان هو مسجل اللي هو هنلاقي في جدول كده، هو مسجل السنه دي 7 وصانع 5، فده رقم كويس جدا، بيتاكد ان هو تهديفين على المستوى التهديفي، وبديع صانع خمسة بديع مميز، واسماعيل حداد مميز جدا. الثالث بتاعهم ما ينفعش ما نتكلمش عنه، كزادي كاسينجو مميز جدا بالتحركات على القائم القريب، معانا يمكن ليه هدف، لو استعرضنا الهدف بتاعه بيقطع على القريب بشكل كويس جدا، مميز هو راس ماله وضربات الراس، بيلعب بدماغه كويس، جدا، يعني هو مميز جدا في ضربات الراس. وبالتالي انت لازم الاثنين المساكين يخلي بالهم، كاسينجو من الناس اللي بتسرق المدافعين، يعني ايه؟ يعني بياخد خطوه لورا، يضحك على المدافع، يعمل ان هو هيجي على البعيده وبعدين يقوم جاري. على فكره مروان برضو عندنا اهو في الحته دي عنده ميزه في الحته دي يمكن بعض الاهداف معانا، ده هدف ده اسماعيل حداد اللي بعده. نجيب الهدف اللي بعده، اللي بعده برجاوي ايه؟ ده برضو هدف اسماعيل حداد استعرضناه، اللي بعده برضو هنلاقي هدف لاسماعيل حداد تاني.
ده يمكن شكل ال 4-1-4-1 قدامنا. ادي الحسوني والكارت الاثنين اللي في وسط الملعب، اللي قدام يحيى جبران والحداد بيقطع زي ما اتكلمنا عليها. تحركات القطريه الخطره جدا بتاعت اسماعيل حداد دي لازم الباك اليمين يخلي باله منها، سواء بدا باحمد فتحي سواء بدا بمحمد هاني. التحركات دي واسماعيل الحداد برضو احنا دايما متعودين ان الجناح اللي بيلعب برجله الشمال بيلعب ناحيه اليمين عشان يخش لجوه. لا هنا اسماعيل الحداد بيلعب العكس، بيلعب ناحيه الشمال. ومميز فيها يعني مميز فيها. دي يمكن الهدف اللي بعد كده بقى هنلاقي ده هدف، ده البديع اوك. دي الجمله اللي كان كابتن عادل بيتكلم عليها، الهدف اللي بعد ده اللي هو بديع اوك دايما بيبقى مرحل لقدام ودايما بيكمل في الهجمه المرتده. الفكره اللي كان كابتن عادل بيتكلم عليها ان هم دايما عندهم ثلاثه دايما معلقين في الهجمه المرتده. دي شكلها كاونتر اتاك، دي جايه شكلها كاونتر اتاك. نفس الهجمه المرتده بالظبط، وبديع اوك هو اللي قاطع في ظهر كاسينجو. ادي كاسينجو وبديع اوك مميز جدا في الهجمه المرتده والفينش بتاعه حلو. هو انا بشبهه بحسين الشحات عندنا، يعني بديع اوك قريب جدا من حسين الشحات. توقيت استقبال الوداد للاهداف دي برضو نقطه من نقاط الضعف يا دكتور. طبعا توقيت استقبال الاهداف طبعا من نقاط الضعف. ربع ساعه الاخير عندهم مشكله. بص اهو ده دي الحته اللي بتلعب بالموقع. هتلاقي ارجع للهدف ده، بص ارجع للورا، ارجع نعيده. بص كسادي كسادو بيعمل ايه، ضحك على المدافع راح على البعيده وبعدين راح قاطع على القريبه. يعني هو بيحب دايما يروح القريبه بس بيضحك على المدافع بيهوش وبعدين يقوم بيعمل بياخد الخطوه دي. وده اللي نجح اسماعيل حداد. بيعرف يحط له تايم، بيعرف يفضيله كويس. لا بيعرف يفضيله القطعه دي هي اللي بتفضل اسماعيل حداد. هنترجم ده دكتور احمد لعادل، نترجم ده لحاجه مهمه جدا، انت كمان تترجم لنا كمدير فني او كمدرب كبير. انت لو يكون عندك واحد بيلعب على عرضه قريبه كويس وراس حربه بيقطع كويس، فانت اعتقد التعليمات مش هتبقى للسردباك اكتر منها للي يمنع الاوفر. ما هو ده يعني اتكلم فيه، دي حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا، ان لازم ما يبقاش في حد من على الاطراف. هم مميزين جدا على الاطراف، لما بيوصلوا على الاطراف بيشتغلوا بشكل كويس جدا. ما يبقاش حد عنده وقت على الكوره، بمعنى ان انا لازم التوقيت بتاعي يبقى مثالي في ان انا اروح اضغط على الخصم، وان انا ما اروحش اضغط وابيع نفسي، لازم اروح اقف. صح. لازم يبقى المسافه بيني وبينه ما تعديش الثلاثه يارد او الاثنين يارد بالكثير قوي. دي نقطه مهمه جدا ان هم مميزين. عبد اللطيف نصير كمان مميز جدا. يحيى عطيه برده لعيب كويس على فكره. احنا بقى يعني هو عنده مشاكل دفاعيه كتيره جدا، ولكن سريع جدا في التحول من الدفاع للهجوم. سريع جدا بيتحرك وعنده الفوتورك بتاعته عاليه جدا. واضح كمان ان راس الحربه سريع، شفناه عنده قوه وسرعه. هم التلت الاخير مرعبين. خلينا نتفق ان هم من احسن الفرق اللي موجوده في افريقيا في التلت الاخير، ولكن عندهم مشاكل كتيره جدا دفاعيه. طب دكتور احمد كلمنا مشكله. دكتور احمد، طبقا للي احنا قلناه من نقاط قوه ونقاط ضعف، عايزه حضرتك دلوقتي تحط لنا تشكيل الاهلي يوم السبت. تشكيل الاهلي من وجهه نظري نلعب 4-3-2-1، يعني 4-3-2-1. طب المثلث حراسه المرمى الشناوي، الاثنين المساكين ياسر ابراهيم وايمن اشرف، مظبوط. الباك اليمين احمد فتحي، الباك الشمال علي معلول، الثلاثه اللي في النص يبقى اليو ديانج قدامها. سته ما نلعبش زي ماتش الزمالك، كنا احنا الثلاثه الارتكاز ما كانش ليهم ادوار. ما انا بقول يعني عشان كده بسالك، يبقى راس مثلث هو اللي بيغطي الاثنين المساكين. واليو ديانج عامل ماتش رهيب الماتش اللي فات وبيزيد وعامل ماتش خيالي. اليو ديانج قدامه الاثنين حمدي فتحي وعمرو السليه. على اليمين هيبقى حسين الشحات، على الشمال هيبقى جونيور اجاييه، لان كهربا يعني الاصابه يعني انت مقلق من اجاييه. كهربا ايه مش هينزل؟ لا اعتقد ان هو ممكن ينزل في الشوط الثاني. الشوط الثاني لكن بدايه تبقى صعبه يعني. وجونيور اجاييه ناحيه الشمال، وقدام باجي. لازم باجي، انا وجهه نظري ان باجي ليه؟ عشان اسرع يعني. انا بشوف ان مباراه الاياب اللي هي في المغرب باجي ياخدها، الذهاب اللي هي بتاعت القاهره مروان. لكن دي ليه؟ عشان حته السرعات عندهم. صلاح الدين السعيدي كبير في السن، كذلك برضو اللي جنبه ابراهيم نجم الدين بقاله فتره، محتاجين واحد افريقي، مهاجم افريقي قوي زي باجي سريع، ده ماتشو يقدر يجيب لك ضربه جزاء. يقدر هناك الماتش اللي هو بتاع يوم السبت. يقدر لو بدانا ان شاء الله باجي، اعتقد ان ده ماتش. طب كابتن عادل، حته التشكيل برضو عايزين يعني كل واحد وليه رؤيه ممكن نبعد عنها شويه. هو حط ثلاثه في نص الملعب على حساب قفشه مثلا، هو المنطقي. خلينا نشوف الوداد كمان. احنا شفنا، انت قلت التلت الهجومي تلت مرعب وعندهم سرعات كتيره جدا وعندهم خبرات تحركات كتيره جدا. نتكلم على نقاط الضعف. انا كنت فاكر ان هم بيلعبوا 4-2-3-1، يمكن 4-1-4-1 ديت ممكن جدا لو بداوا بيها تعمل لهم مشاكل دفاعيه كتير، خاصه
خاصة زي ما احنا بنقول لو عندنا أطراف بتخش لجوه وعندنا كمان باكات يعني بتكمل لو كويس. بتكمل كويس، فاشرح لنا ازاي نستغل لو لعبوا 4-1-4-1 ازاي نستغل الجزئية ديت في بناء الهجمة كمان وفي الكاونتر اتاك. هم بيعملوا ضغط عالي كويس، لما بيركزوا في الضغط العالي بيشتغلوا كويس، وهم لعيبة أذكياء بالذات وليد الكارتي وأيمن الحسوني الاثنين من أذكى اللعيبة اللي موجودين في فرقة عندهم. مجهودهم مش أعلى حاجة ولكن بيعرفوا في الشق الهجومي مميزين جدا، وكرة قدامهم بيعرفوا يدافعوا بشكل كويس، ولكن الكرة في ظهرهم عندهم مشاكل، وتكملاتهم بيبقوا موجودين ولكن بيبقوا عارف انت كغثاء السيل حاجات كتير الناس مكان عدد كبير بس على الفاضي. هم عندهم مشكله يعني. في دي عندهم مشكله في دي كمان، هم كمان بيفتقدوا الثلاثي الامامي كتير في الارتداد، بيعلقوا مش طول الوقت بيعلقوا، ما اعتقدش ان هم هيعلقوا مع الاهلي، ولكن حتى لما بيرجعوا ما بيدوش الدور بشكل قوي. انا متفق مع دكتور احمد في ان المباراه دي هو صعب ان احنا نغير، انا عارف ان احنا ممكن ما نغيرش طريقه اللعب، ولكن لازم يكون عندي عشان طريقه اللعب لازم يكون عندي المواصفات اللي تنفع للمباراه دي. بمعنى ان انا لو هلعب 4-2-3-1 زي مباراه سان داونز، مباراه سان داونز كنت تلعب بتشكيل مثالي، لو نفتكر المباراه كانت نقطه ضعفك في المباراه مين؟ رمضان صبحي. رمضان لا الطرف يعني رمضان صبحي. رمضان صبحي لعيب كبير هجوميا ولكن دفاعيا مش احسن حاجه، كنت تلعب على باك ليفت قوي جدا مفتاح لعبهم، وكان عندك اجنحه تدخل جوه الملعب كتير، فبالتالي كان في اثنين بيلعبوا على احمد فتحي. دي الحاجات التفاصيل اللي احنا ما اشتغلناش عليها بشكل جيد، اشتغلنا على اسم النادي الاهلي، وده مش عيب على فكره، مش عيب انك انك اسم النادي الاهلي كبير، ولكن مش عيب انك تنزل للتفاصيل اللي تكسبك مباراه. بالعكس انت ده كبرك انت ما صغركش يعني. وده يعني الطريقه الحديثه في التدريب، مش لازم طول الوقت العب على ان انا الاحسن واحد وانا المتميز او انا المتفوق، لا في اوقات بلاعب الفرق بشوف نقاط قوتها حتى في المباريات بحاول اشتغل عليها. فانا شايف ان احنا في ظل وجود الاجنحه اللي موجوده عندنا، لا احنا عندنا مشاكل في الاجنحه. خلينا منطقيين، اجنحه في الجانب الهجومي مميزين جدا كلهم باستثناء جيرالدو دفاعيا، وانا اعتقد جيرالدو انت مش هتستخدمه دلوقتي. ده حقيقي. طيب معلش يا كابتن عادل، احنا معانا السفير عمر منيب القنصل المصري لدى المغرب. اهلا بيك يا فندم. الو. اهلا يا فندم، مساء الخير. اهلا بحضرتك. ايوه. تطمنا على البعثه، افتكر ان انتوا دخلتوا خلاص يعني حضر التجوال بدا، افتكر من يعني من ساعه، لا ساعه ساعه الا ربع يعني. طمنا على البعثه يا فندم، ايه شكل الاستقبال؟ هم دلوقتي اتفضل. البعثه وصلت الحمد لله، وهم في الفندق دلوقتي وكل الامور بخير يعني. هم وصلوا من المطار وتحركوا على الفندق، ودلوقتي هم كلهم وصلوا الفندق من فتره يعني. انا سايبهم في الفندق يمكن من حوالي ساعه. ده طبعا كان كريم احمد مراسلنا كان بياكد على الكلام ده، وانا الحقيقه عايزه اشكركم نيابه عن النادي الاهلي والبعثه على المجهود اللي قمتوا بيه كسفاره وكقنصليه، وسيد عمر شعيب كمان يعني المجهود الرائع اللي حضراتكم بتقوموا بيه، مش بس النهارده وقت سفر البعثه، لا من قبل كمان ووقت التحضيرات كمان لهذه الرحله. يا فندم ده واجب علينا يعني، النادي الاهلي بيلعب باسم مصر، وان شاء الله يعني يرجع منصور ونفرح كلنا، يبقى يعني نتمنى نرى نهائي مصري خالص يعني. ان شاء الله يا فندم. الله. باذن الله. ومش النادي الاهلي بس، انت اكيد كمان المجهودات ديت على اي فرقه مصريه او اي فريق مصري اذا كان لعبه جماعيه او فرديه كمان بتقوموا بمجهودات كبيره جدا. نعرف من حضرتك برضو ترتيبات الايام اللي جايه ايه، يعني ترتيبات بالنسبه للانتقالات من الاوتيل لملعب التدريب، بالنسبه ليوم المباراه كمان الترتيبات ودور السفاره في تجهيز كل وسائل الراحه للبعثه ان شاء الله لغايه ما ترجع بالسلامه بالمكسب ان شاء الله باذن الله. هي الترتيبات يعني بتبقى ما بين بيرتبها نادي الوداد، ولكن هو النادي الوداد موفر التنقلات، وده بيبقى معامله بالمثل يعني. النادي الاهلي برضه بيوفر لنادي الوداد نفس المعامله لما بيبقى موجود في مصر. والنادي الاهلي يعني المفروض هيعمل جدول مواعيد التمرينات بتاعته، وان شاء الله الامور كلها تمشي على خير يعني. واحنا موجودين معاهم في الدار البيضاء، حضرتك عارف السفاره في الرباط. صحيح. لكن انا وزي ما حضرتك ذكرت زميلي عمر شعيب موجودين هنا في الدار البيضاء،
عشان نكون متواجدين مع النادي الاهلي ومع نادي الزمالك المتواجد برضه في الاستاد البيضاء في نفس التوقيت، وعندنا نادي بيراميدز كمان هيوصل كمان يومين. ده حقيقي، بنشكركم مره ثانيه وعايز حضرتك برضو تنقل تحياتنا للسفير اشرف ابراهيم، ضروري جدا، سفير مصر في المغرب. شكرا جزيلا لكم، شكرا على المجهود اللي بتقوموا بيه كمان للفرق الاخرى اللي في كازابلانكا. شكرا جزيلا ليك سياده القنصل عمر منيب قنصل مصر في المغرب، شكرا جزيلا. طيب عشان احنا بنختم فعايزين كلمه اخيره بس سريعا يا دكتور احمد، ابرز نقطه ضعف عند الوداد المغربي يمكن في حاجه مهمه جدا، هم استقبلوا 6 اهداف مع المدرب ده، 3 اهداف منهم من ضربات ركنيه، وقلنا ان الماتش ده بيخلص بالتفاصيل الصغيره. لو انت لعبت على ضربه ركنيه ماتش زي ده، لو قسمت الماتش ولعبت مثلا ان انت هتلعب ب3 ارتكاز وقسمت وفاجئتهم في واحده او ضربه ركنيه، تقدر ترجع ب1-0 اكيد. الكرات الثابته من خلال ان هم عندهم التمركز في الضربات الركنيه، 3 اهداف من الضربات الركنيه، 3 اهداف من 6 في الدوري، 50% 50% من الاهداف من ضربات ركنيه. طيب احنا بس انا كنت عايزه اتكلم عن علي معلول والقوه الهجوميه اللي هتزيد في جبل يسرى تحديدا كابتن عادل، قبل ما ننهي الحوار ده. علي معلول هيوصل بكره ان شاء الله، وان شاء الله يكون جاهز للمباراه. علي معلول المفتاح الرئيسي للنادي الاهلي، صانع اللعب الاول للنادي الاهلي في ظل وجود رقم 10، ولو في رقم 10 كمان مميز هيبقى علي معلول هو المفتاح الاول والرئيسي والاهم في النادي الاهلي. صحيح. وعشان كده لازم اخلق لعلي معلول في المباراه دي حريه انه يقدر يشتغل بشكل كويس، ولازم اامنه دفاعيا عشان ما يبقاش بيشتغل بشكل فردي. مزبوط. مع في الجبهه اليمنى على بديع اوك، ده مهم جدا انه كمان ياخد لما يكون باك عنده نزعه هجوميه ويحس انه كمان ظهره مسنود او متغطي، بيديله جراءه. علي معلول في بعض الفترات كان بيشتغل لوحده كتير قوي، دي حقيقه، فبيجهد كتير جدا. وعلي معلول كمان يعني لياقته البدنيه كويسه، لكن لما بيشتغل بطول الخط لوحده بيعمل لونج سبرنت كتير، عنده مواجهه صعبه كمان قدام بديع اوك، يعني طبعا. لازم الارتكاز، لو هنلعب ب2 ارتكاز لازم حد يرحل مع علي معلول دايما، خاصه ان بديع اوك هيبقى في ظهره، بديع اوك زي ما كابتن بيعلق ما بيرجعش، فدي حاجه مهمه جدا لازم نخلي بالنا منها، تحركات بديع اوك في ظهر علي معلول. احنا بنشكركم، شكرا جزيلا. دكتور احمد ثابت، يعني استمتعنا مع يعني بارقامك النهارده، شكرا جزيلا للكابتن عادل مصطفى، شرفتنا كالعاده، وبشكرك يا كابتن هاني. ودلوقتي جه معانا طبعا، بشكر ضيوفنا، كانت يعني حلقه مميزه جدا. شكرا. وان شاء الله باذن الله كلنا ورا نادينا، وباذن الله يعني التوفيق والمكسب للنادي الاهلي ان شاء الله. فقره خط احمر في البيت الكبير، اعرف ان في ناس كتيره جدا مستنياها مع زمايلنا اللي مشرفينا برده في الاستوديو، محمد فارس واحمد اسامه، اهلا بيكم ومنورين لتاني مره. اهلا بيكي سام، واهلا طبعا بالكابتن هاني. الحقيقه مستمتعين جدا طبعا بكابتن عادل مصطفى والدكتور احمد ثابت صديقنا طبعا، ان شاء الله لا صوت يعلو فوق صوت نصف نهائي افريقيا، وباذن الله تكون رحله موفقه لفريق النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي، وان شاء الله نرجع من هناك بنتيجه ايجابيه باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق، متعلقين دايما وبالتوفيق، ودايما الناس مستنياكم في فقره يوم اخر يوم الثلاث، يعني اخر حلقه اخر فقره في اليوم الثلاث بتكون حلقه مميزه. كان عندنا النهارده يعني فقرات مميزه جدا، استفدنا كتير جدا من فقراتنا مع اذا كان مع عمر البنوبي او مع طبعا دكتور احمد وكابتن عادل، وان شاء الله نستمتع بحوار الخط احمر، ويكون ان شاء الله بالتوفيق وحلقه مميزه وفقره مميزه ان شاء الله. شكرا يا كابتن، شكرا يا كابتن هاني، وشكرا طبعا سام، وان شاء الله كالعاده يكون يوم ثلاث كده احلى من يوم ثلاث عمرو دياب ان شاء الله. نكمل الوجبه الدسمه دي يا احمد ان شاء الله. نطلع لفاصل ونرجع بقى عشان نستكمل الوجبه الدسمه جدا النهارده من البيت الكبير، نشوفكم بعد الفاصل.